أعلنت السلطات التركية استكمال عملياتها الأمنية ضد خلايا ومجموعات تابعة لتنظيم الدولة في ولاية غاز عنتاب، وقالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن نفذت 3 عمليات دهم استهدفت عناصر يتبعون لتنظيم الدولة، 2 منهم قرب جامعة عنتاب. وفي السياق ذاته قال والي المدينة إن الشرطة اعتقلت نحو 20 شخصا يشتبه بارتباطهم بالتنظيم، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وكان 3 عناصر من الشرطة التركية قتلوا وجرح 8 آخرون بينهم لاجئون سوريون في أول مداهمة نفذتها الشرطة في المدينة ظهر أمس الأحد، حيث فجر أحد عناصر التنظيم نفسه أثناء اقتحام مقرهم. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا من غاز عنتاب التركية السيد بكير أوستاكين رئيس بلدية أوزلي. بداية أهلا بك سيد بكير. سيد بكير، ما هي طبيعة العمليات التي نفذتها الشرطة التركية البارحة في ولاية غاز عنتاب وما هي نتائجها؟ والله امبارح طبعا البوليس حوالي من خلال الشهر طبعا هذا يبحثون عن اللي اسمه الإرهابيين من داعش، يعني حوالي شهر قبل امبارح طبعا اثبتوا الشقه بتاعهم وعمل العمليه، يعني طبعا الارهابي اللي انفجرت شو اسمه وقتل طبعا مات، وكمان مسكوا الواحد شو اسمه في جرحى بعدين في اسمه غازي كانت في منطقة غازي كانت. كمان هناك في الحجرة بتاع داعش كمان عمل العملية هناك، والآن رئيس داعش اللوجستيك هنا العمل اللي انفجر على نفسها والبوليس قتله طبعا. استشهد 3 شرطي امبارح وكمان أكثر من 20 شخص مسكوا. البوليس في عنتاب يبحثون كثير جدا جدا، إن شاء الله خلال هذا الشهر أو خلال هذه الأيام يبحثون وإن شاء الله. يعني هل يعني ذلك يعني سيد بكير هل يعني ذلك أن قوات الأمن التركي باتت تتجه فعليا نحو حسم وجود من يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في عنتاب؟ كيف ممكن مرة ثانية؟ أسألك يعني هل باتت قوات الأمن التركية تتجه فعليا نحو حسم وجود من يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في عنتاب؟ يعني طبعا يعني الأمن الدولة في هنا في عنتاب يعني يشتغلون ويساعدون في كل المساعدة، وإن شاء الله نحن نخلص من تنظيم داعش إن شاء الله من عنتاب يعني. نعم. طيب هل سيتأثر هذا الشهر هذه الأيام يعني؟ نعم. طيب هل سيتأثر السوريون سلبا نتيجة هذه الأحداث؟ وهل تعتقد أنه سيكون هناك ردات فعل ضدهم؟ أم أنهم أصلا أحد ضحايا هذه العمليات الإرهابية؟ يعني ما فهمت السؤال من شو اسمه ما سمعت في البداية يا سؤال البداية. نعم. أسألك هل سيتأثر السوريون سلبا نتيجة هذه الأحداث؟ لا 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 السوريون لا يتأثر أبدا يعني. يعني السوريين كإخواننا كمواطن في عنتاب يعني مواطن عنتاب أو مواطن تركيا لا يتأثر أبدا يعني. نعم أشكرك جزيل الشكر السيد بكير أوستاكين رئيس بلدية أوزلي، كنت معنا من غازي عنتاب التركية. بارك الله فيكم.